في إطار جهودنا في وحدة أمن عبرة في مكافحة الجريمة وكل الظواهر السالبة، تم ضبط معمل عشوائي لتصنيع الزيوت من مخلفات الدواجن ومن شحوم الدواجن، وده طبعا عمل غير شرعي وغير قانوني. تم القبض على الجناة وضبط المواد المصنعة، ضبط 14 جركان من الزيت المصنع وجاهز للتوزيع، و14 جركان أخرى فارغة، وعدد من البراميل وعدد من المواد الخام اللي بيتم منها تصنيع هذه الزيوت. وتم التحفظ على الجناة، وحيتم إن شاء الله فتح بلاغ وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتى ينالوا جزاؤهم ويكونوا عظة وعبرة لكل من تسول نفسه التلاعب بصحة المواطن والتلاعب بالاقتصاد الوطني. نحن نتحدث هذه الأيام عن زيادة الأمراض السرطانية وزيادة الأمراض في المستشفيات، وهذا كل ما لم بنا هذه الأيام من أمراض حديثة علينا ينتج من مثل هذه الممارسات، وعليه فإننا نعمل بكل ما في وسعنا لإيقاف مثل هذه الممارسات الخاطئة. صناعة الزيوت صناعة حساسة جدا، تتابع منذ فحص الحبوب الزيتية متابعة دقيقة إلى التكرير الأول والتكرير الثاني. مثل هذه المصانع لا رقابة عليها أبدا، واستعمال ذاته التكرير الزيوت مرة ومرتين وثلاث مرات، استعمالها أيضا هي من المواد يضعها من المواد المسرطنة.